اهلا بكم من جديد، نجدد التحايا وصباح الخير على كل الناس اللي انضمت لمتابعه صباحات سوداني. احنا وصلنا للاستضافه الاولى في هذه الحلقه، انفعهم للناس، واليوم حنتكلم عن اعتلال الشبكيه عند الاطفال الخدج مع ضيفتي دكتور نسرين عبد الله، استشاري طب وجراحه العيون قسم الاطفال والحول. صباح الخير عليك. صباح النور، كيف الاحوال؟ كيف اصبحت؟ الحمد لله بخير، ان شاء الله نكون ضيوف خفيفين الليل على الناس ان شاء الله يا رب. حبايب مرحبا بك. في البداية كده نتعرف على، يعني أول خلينا نعرف من هم الأطفال الخدج. طيب الأطفال الخدج هم أي طفل بيتولد قبال مواعيده. طبعا الطفل بيتولد في 9 شهور، فأي طفل يتولد قبال 9 شهور بنعتبره طفل خديج. طبعا هم عندهم يعني بيقعدوا في الحضانة الفترة اللي بيكونوا قبال ما هم يطلعوا للمجتمع. يعني مثلا يتولد في 7 شهور، الشهرين ديل تقريبا بيقعدون في الحضانة. الشائع او العادة 7 شهور يعني لما يكون، ايوه، لكن حاليا لانه في تطور كثير في طب الاطفال فبيبقى ممكن من 6 شهور يعيشوا. طيب يعني الاطفال الخدج هل دائما من الثوابت يعني انه يكون في اعتلال في الشبكية، يعني في حالة يتولدوا في 7 شهور او 6 اشهر؟ لا ما ثابت، هو لأنه الشبكية بتكتمل في 9 شهور. ف90% حتى بعد ما الطفل يتولد ممكن تكتمل من غير أي تدخل من الطبيب، لكن هي أصلا ما بتكون مكتملة. الأحيان يعني عادة بتحتاج تدخل؟ لا عادة ما بتحتاج تدخل، 90% ما بتحتاج تدخل، لكن بنحتاج متابعة عشان إحنا ما بنعرف يا في الطفل بيحتاج تدخل ويا طفل ما بيحتاج تدخل. فأي طفل يتولد ناقص في عمر ال4 أسابيع، إحنا طبعا عندنا رقم 4 ده رقم مميز جدا، لأنه أي طفل في 4 أسابيع لازم يتشاف. النتيجة بتاعت إنه ما يتشاف بتكون نتيجة غالية جدا جدا، لأنه ممكن الطفل يعيش حياته كلها عميان، فدي نتيجة غالية خالص. يعني دي واحدة من المعلومات أنا ذاتي جديدة بالنسبة لي، يعني إنه يكون في لازم يكون في جراح عيون كذا، يعني بالنسبة للأطفال الخدج إنه لازم يمر عليهم ويكون في كشف كذا. طيب خلينا نعرف ما هو اضطراب اعتلال الشبكية. طيب اضطراب اعتلال الشبكية هو إنه الشبكية بتكون الأوعية الدموية بتاعتها ما واصلة لآخر الشبكية. إحنا عندنا الأوعية الدموية زي البحر، لازم تكون مغذية كل الشبكية لحد الأطراف. فالطفل الخديج الشبكية بتكون واصلة ممكن 20% 30% ممكن لحد 50% بالوقت لحد ما يصل عمر 9 شهور تكتمل. 90% ما بيحتاج أي تدخل من رحمة ربنا يعني، فبتكتمل براها. 10% بيحتاجوا تدخل، التدخل بيكون عبارة عن ليزر أو حقن في العين، أو لو وصلنا مراحل متأخرة بنحتاج إنه نعمل عمليات شبكية. طبعاً عمليات كبيرة جداً ونسب نجاحها ما كبيرة، وحتى الشوف فيها ما بيرجع. فنحن ممكن ما نصل للمرحلة دي بإنه نحن نشوف الطفل في مواعيده، يكون في متابعة واهتمام. أيوة، يتشاف في مواعيده، يتشخص في مواعيده، ياخد علاج في مواعيده، وخلاص يبقى طفل سليم ومعافى وبيشوف. طيب ال 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 يعني الطفل الأول أطفال الخدج يعني متى تكتمل الشبكية عندهم؟ نحن بنشوف الطفل بعد ما يتولد لحد 45 أسبوع. في حال إنه أخذ حقن أو التدخل بنحتاج نشوفه لحد 65 أسبوع. 65 أسبوع دي تقريبا 7 شهور بعد الولادة. فهو بيكون بالنسبة لنا يعني زبون دايم لحد ما يبقى عمره 7 شهور. لكن الحمد لله بفضل ربنا يعني أغلبهم بيبقوا كويسين الحمد لله. طيب عادة الأطفال اللي بيتولدوا في مواعيدهم يعني 9 أشهر كده هم بيبدوا يشوفهم تاني، يعني تقريبا اول ايام بيكون لحد 3 شهور. يعني لحد 3 شهور الطفل بيكون لسه على الشوب بتاعه ما مكتمل 100%، فدي ما حاجه بتقلق. يعني مرات الامهات بيجوا في عمر 5 6 يوم بيقولوا الطفل لا ما شايف ما شايف. لكن هو اصلا في عمر شهرين الطفل بيبدا يبتسم لامه. من شهرين ل3 شهور ممكن يتابع الانوار مثلا، لكن من غير صوت. يعني مثلا يجيب له اللعبات اللي بتنور دي بتابعها، لكن ما نديه اللعبات عشان نختبر الشوف يكون فيها صوت، لانه الصوت اصلا بيكتمل قبال الشوف. الضوء بس. ايوه الضوء. طيب الاسباب اللي بتؤدي للاصابه باضطراب اعتلال الشبكيه؟ في عوامل خطوره هي ما اسباب. يعني مثلا الطفل لما يتولد في عمر 34 اسبوع او اقل بيكون عرضه اكثر لانه يجيه احتلال الشبكيه. لما يكون وزنه أقل من 2000 برضو بيحتاج، بيكون برضو عرضة أكتر.
الأطفال بياخدوا أكسجين، لأن الطفل لما يتولد ناقص الرئة بتاعته بتكون ما مكتملة. فأطفال العيون، أطفال الثاين، الأطفال بيدوه الأكسجين عشان يحافظوا على حياته. فنحن عندنا موازنة بأنه الطفل يعيش والرئة تكون مكتملة، لكن في الطرف الثاني شبكية من الأكسجين ممكن يحصل فيها الاحتلال. فنحن بنعمل موازنة بيننا نحن وبين الدكتور بتاع الأطفال في الحضانة. برضو الأطفال اللي بياخدوا دم في الحضانة برضو بيكونوا عرضة أكتر، اللي بيجيهم يرقان أثناء الحضانة، أثناء فترة وجودهم في الحضانة بيحصل لهم التهابات. يعني في كمية من العوامل الخطورة بتخلي طفل معرض أكتر من غيره أنه يجيه احتلال في الشبكية. طيب يعني مثلا في حالة الأطفال اللي عندهم يرقان، يعني كيف بيتم تصنيف أو كيف بيتم التشخيص مثلا، أو أنه الطفل مصاب باعتلال في الشبكية أو حتى الأطفال الخدج؟ لازم في عمر الأربع أسابيع زي ما قلت أنه دكتور الأطفال في الحضانة، يا إما يستدعي دكتور العيون يجي يشوف الطفل في الحضانة، أو بعد ما الطفل يطلع البيت يكلموا الأهل أنه لازم الطفل لما يصل أربع أسابيع يشيلوه الأهل ويودوه للدكتور بتاع العيون في العيادة. فدي أهم نقطة، أنه الأهل يكونوا واعين بأنه في فحص مفروض يتعمل في عمر أربع أسابيع، وأنه النتيجة بتاعته ممكن تغير حياة الطفل، تغير حياة الأسرة، تغير حياة المجتمع كله. طيب هل في توعية بالجانب ده؟ يعني مثلا هل الأخصائيين الأطفال يعني بينصحوا دائما الأمهات بأنه بعد أربع أسابيع تعالوا ثاني أفحصوا عمل؟ أيوة في توعية، لكن هي الإشكالية في أنه يعني حتى الفحص ده ما متوفر في كل الحضانات، لأنه محتاج أجهزة معينة، محتاج أخصائيين عيون بخبرات معينة. ما أي دكتور بتاع عيون بيقدر يشوف الفحص، بيشوف الطفل المولود خديج. طيب عادة الفحص ده بيكون عامل كيف أو كيف بتعمله؟ بتتعمل قطرات على العين عشان توسع الحدقة تحت العين، وبجهاز اسمه جهاز indirect ophthalmoscope اللي هو بيتلبس في الرأس بعدسات معينة بتتشاف الشبكية بطريقة معينة. فلازم تتشاف كل أطراف الشبكية ونتأكد إنه الشبكية مكتملة. هو ذاته احتلال الشبكية مراحل، هو خمسة مراحل. لا من واحد واثنين وثلاثة، دي المراحل نحن ممكن نلحق فيها الطفل وبدون ما يصل لمراحل الأربعة وخمسة اللي هو دي بيكون فيها انفصال في الشبكية، إما انفصال كلي أو انفصال جزئي. اللي هي دي المرحلة اللي بعدها ممكن الشوك ما يرجع. طيب الآثار المترتبة على الإصابة وفترة الإصابة ذاتها؟ الآثار المترتبة على الإصابة إنه بيحصل انفصال في الشبكية، انفصال الشبكية بيخلي الطفل شوفه ما مكتمل. ممكن العين حجمها يصغر، ممكن يحصل حول في العين. حتى الأطفال اللي بيحصل لهم احتلال الشبكية ويتعالجوا برضو بيكونوا معرضين أكتر إنه يجيهم ضعف نظر أو حول. فنحن الطفل عندنا الخديج بيكون متابع معنا لحد ما يكبر، فهي القصة ما إنه بتنتهي بإنه خلاص وصلنا سبعة شهور وخلاص، لا هو كل سنة مفروض يتشاف، لأنه ممكن يكون عندهم ضعف نظر، درجات كبيرة من ضعف النظر. بس الحاجة الكويسة إنه ممكن يتعالج بنظارة، بس أهم حاجة إنه نحن نعرف المشكلة عشان نقدر نعالج. ممكن يكون العمليات على تصحيح النظر بقت رائجة جدا، يعني بالذات في 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 الآونة الأخيرة بقى في كثير من الناس بترغب في عمليات تصحيح النظر. تصحيح النظر أول حول مثلا هي كلها ممكن يكون في تدخلات جراحية، لأنه يعني يتم معالجة الحول أو يتم تصحيح النظر بالنسبة للأطفال. الحول ممكن يتعمل عمليات الحول في الأطفال وعمليات ناجحة جدا، لكن تصحيح النظر ما بيتعمل في الأطفال إلا في حالات معينة. يعني تصحيح النظر بيتعمل بعد 18 سنة. أي طفل أقل من 18 سنة نحن نعمل له تصحيح، لكن إلا لو احتجنا في حالات معينة بنكون مضطرين نعمل التصحيح، لكن بعد أربع سنوات برضو. طيب بعد التشخيص الخطوات الواجب اتباعها للعلاج؟ المتابعة، يعني نحن الطفل بعد ما خلاص شخصناه ممكن بعدك نحدد الطريقة بتاعت العلاج. نحن الحمد لله هنا في السودان من 2012 عندنا الحقن الشبكي، بندي في العين، ندي دواء بيتاخد في غرفة العمليات لأنها يعني حتة معقمة ببنج موضعي. فهي الحمد لله إنه الحقن الشبكية نتائجه يعني ممتازة جدا، فغالبا هي حقنة واحدة ما بنحتاج أي تدخل بعدها تاني غير المتابعة. طيب الخطر، خطر الإصابة أو
يعني خلاص انت بعد فتره معينه كذا اذا كان ما في اي اصابه او ما في اي اعتلال في الشبكيه بتقولوا خلاص كذا انه هو كذا يعني في السيف سايد او في الامان. يعني بعد فتره كم تحديدا؟ بعد السنه الاولى. بعد السنه الاولى غالبا ما بيحصل اي. خلال السنه دي كلها لازم يكون في متابعه. ايوه يعني. ايوه خلال السنه لازم يكون في متابعه. الطفل لما يصل 7 شهور بنعمل له تخدير كامل لانه خلاص بيكون كبر بيكون ما قادرين نشوفه وهو صاحي، لكن قبال 7 شهور بنشوفه في العياده عادي. طيب يعني خلينا ننتقل لجانب ثاني كذا، هو برضه يعني متعلق بالعيون لكن محتاج للتوعيه اكثر او تعريف اكثر كذا، انه دائما المويه البيضاء هي رائجه جدا في 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 السودان كذا يعني بالذات لكبار السن كذا، يعني ربنا يديهم الصحه والعافيه كذا. معرفي المويه البيضاء والمويه السوداء، الفرق بيناتهم ودرجات الخطوره. طيب المويه البيضاء هي بيحصل اعدامه في العدسه تحت العين. المويه السوداء هي عباره عن ارتفاع في ضغط العين بيأثر على العصب البصري. فهم المويه البيضاء من المويه السوداء كل واحد يعني موضوع منفصل من الثاني. المويه البيضاء في الاطفال خلقيه، يعني غير انه المويه البيضاء حقت الكبار، في الاطفال من عمر يوم ممكن الطفل يكون عنده مويه بيضاء. ودي برضه من الحاجات المفروض الام تنتبه ليها، لانه الطفل بيكون النني بتاع العين بتاعه لونه ابيض مختلف شكله. فلازم برضه تدخل جراحي، يعني الحل بتاع المويه البيضاء في الاطفال تدخل جراحي سريع. احنا بنعمل العمليه في خلال 6 ل 8 اسابيع الاولى. وبعدها الطفل بيلبس نظاره لانه بنقدر نزرع له عدسه في الوقت ده لحد ما يبقى عمره 2 سنين، بعد ذلك بنزرع له العدسه. ده الطبيعي الحاصل. اذا تاخر وما اتعملت العمليه بيحصل حاجه اسمها كسل في العين. اللي هو حتى العمليه مشت تمام وما فيها اي مشاكل، الشوف ما بيرجع 100% لانه المخ من فوق بيكون لغى العين اللي فيها مشكله بتاعت مويه بيضاء. بيكون عنده مثلا عين واحده طبيعيه واحده فيها مشكله، فالمخ بيلغي العين اللي ما شايفه. فعشان كده لازم تدخل سريع عشان ما ندي المخ الفرصه في انه يلغي. بعد ما حصل الكسل ايوه بيتعالج، لكن علاجه بياخد فتره اطول. لكن كل ما يعني اكتشفنا الموضوع سريع كل ما العلاج كان اسرع واسهل. طيب يعني بعد العلاج او التدخل الجراحي عاده التعافي بياخذ فتره كم؟ يعني مثلا اذا كان في حاله الاضطراب، يعني مش المويه البيضاء بس، يعني فيهم الاثنين، يعني في اضطراب احتلال الشبكيه والمويه البيضاء. اضطراب احتلال الشبكيه ما بيحتاج تدخل جراحي ما لم يكون في المراحل المتاخره. المويه البيضاء الطفل بنعمل له العمليه وبيطلع طوالي بعد 2 ساعة البيت. بيجي ثاني يوم المتابعه وثاني بيجي بعد اسبوع وبعد شهر. طيب بيستعمل بليزر مثلا او هنا ولا يكون في تدخل جراحي؟ لا هو ما ليزر، هو بجهاز اسمه فيكو. لكن ما ليزر، هي عمليه جراحيه، لكن بس التدخل فيها بيكون بفتحه اصغر، ما بيحتاج خياطه. يعني العمليه تحت المويه البيضاء اتطورت كثير من زمان. طيب الاعتلال او اضطراب اعتلال الشبكيه يعني بيتم علاجه بادويه ما بيحتاج لتدخل جراحي في بداياته او في مراحله الاولى؟ انت قلت هو 5 مراحل. ايوه في المراحل الواحد واثنين وثلاثه ما بيحتاج اي تدخل جراحي. هي بس مجرد حقنه بنديها في العين لكن ما جراحه. لكن احنا بنديها في غرفه العمليات لانه غرفه العمليات معقمه، فنحن عايزين ما نعرض الطفل لانه يجيه التهاب حتى لو بنسبه 1%. فاحنا هم بنقول للاهل انه نحن حناخد الحقنه في العمليه، وهم بيتخوفوا بان انه هي عمليه. هي ما عمليه، هي حقنه بيتعاملوا مع طوارئ. أيوة. عمليه لكن بس نحن بنكون عايزين له افضل مكان عشان ياخد فيه الحقنه. طيب اذا حابه ترسلي نصائح وارشادات يعني لكل الاهل والامهات تحديدا. اهم حاجه نحن عندنا الام لانها هي لصيقه بالطفل، فاي ملاحظه من الام نحن بناخذها بعين الاعتبار. لانه هي عارفه يعني الطبيعي من ما طبيعي، خاصه لو كان عندها اطفال ثاني فبتقارن طفلها مع الطفل الطبيعي. فبتبدي تقول لنا انه مثلا الطفل ده ما زي اخوانه، فنحن بناخذ كلامه بعين الاعتبار. فالامهات لازم يكونوا واعيين لانه في حاجات كثيره بمجرد انه نحن نعرف المشكله من بدري بنحلها. زي مثلا المويه السوداء. المويه السوداء العين بتكون حجمها كبير. فالام بتيجي تقول انه يعني انه حجم عين طفلي كبيره فمعناه كبير. هو جميل. لا هو ما جميل، هو عيان ما طبيعي. فدي برضه ثقافه ما كانت معروفه.
انه بتاع العين ذاته يكون لونه ابيض، دي برضه يعني بتلفت الام لانه في حاجه ما طبيعيه. غير المويه البيضاء لما النني يكون ما طبيعي لونه ابيض، في برضه اورام الشبكيه. اورام الشبكيه دي طبعا بتيجي برضه من اليوم الاول لحد 5 سنوات. فاورام الشبكيه غير انه الطفل ما بيشوف، ممكن الطفل يفقد حياته. فنحن بنكون بنعالج في عين الطفل وفي حياه الطفل عشان ننقذه. فدي الحاجه ممكن تتعرف بس بمجرد انه الام شافت انه الطفل ده ما طبيعي وجابته. يعني بصوره عامه دكتور نسرين كده لازم تكون في متابعه دوريه، يعني حتى لو كان نظر الطفل صحيح، يعني يكون في بالذات السنوات الاولى يكون في متابعه دوريه عند طبيب العيون الافضل. أيوه مثلا الافضل هو بالنسبه لنا، يعني مثلا الدايه او الزول البيبي يطعم الطفل يشوف الطفل، يشوف عيونه لانه هو اكثر زول بيكون لصيق به وبيقابله من بدري حتى لو الام ما انتبهت. ففي حاجات بسيطه ممكن تنتبه لها الدايه الولد الطفل في حتات كثيره من السودان ما في مستشفيات. يعني الدايه هي اللي القابلات بياخذوا شكل من اشكال التدريب تحديدا في الحاجه دي، ان هم كيف يتعرفوا. أيوة. عنه اذا كان في احتلال في العين باي شكل من الاشكال. احتلال الشبكيه ما بيظهر من اليوم الاول. يعني ما بنقدر يعني نعتمد على الاهل على انه يجيبوه انه يكون في مشكله، لكن لازم بعد 4 شهور ممكن العين تكون شكلها من برا طبيعي لكن من جوا فيها مشاكل. اي لكن الحاجه اللي بنقدر نعرفها هي المويه البيضاء والمويه السوداء والاورام الشبكيه. طيب في اختبارات معينه كده ممكن تتعمل للطفل مثلا، او الام ممكن تعملها لطفلها عشان تكون متاكده انه مثلا هو نظره صحيح تماما او ما في مشاكل، او حتى تعرف انه اذا في مشكله في نظر الطفل؟ ممكن التصوير العادي بالتلفونات، حسب بقت في التلفونات دي. الطفل لما يصور فالعين الما طبيعيه بتظهر انه شكل ده ما طبيعي في الصوره. فدي حاجه ممكن تكون بسيطه خالص، او بالنور برضه تتابع انه في حاجه ما طبيعيه، او لو الطفل مثلا حصل له حول، الحول اكيد حاجه ما طبيعيه بعد 3 شهور. يعني 3 شهور الاولى نحن بنتقبل انه في مشكله بتاعت حول وبراها بتختفي لانه لسه المخ ما استوعب او ما يتكون بطريقه مكتمله، لكن بعد 3 شهور لازم الطفل يجي عشان يتشاف. تمام كده، يعني ربنا يحفظ الاطفال جميعا ان شاء الله كده. نحن نشكرك جدا دكتور نسرين عبد الله، شرفتينا ونورتينا. صباح الخير عليك مره ثانيه. الله يسلمك، شكرا على جميع ما تفضلت به.